وقد الدعاء له تأثير عجيب أيها الأخوة. أذكر أني كنت في أحد الدورات العلمية في تركيا، كنا نقرأ كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي أبي القاسم الطبراني، 7 مجلدات، وكان مدة الدورة 10 أيام. ففي اليوم الثاني أو الثالث قال الطلاب: يا شيخ ما يمكن نخلص. فلما قالوا هذا الكلام علمت أن هناك حاجة في ربط القلوب بالله عز وجل، فقلت لهم: نخلص بس عندي شرط واحد. قالوا: ما هو؟ قلت: أن تسألوا الله البركة في الوقت، فإذا سألتم الله البركة في الوقت تنجزون ما لا ينجزه غيركم في مثل وقتكم. استغربوا من هذا الكلام، قلت لهم: أنتم بالليل أدعوا، ما لكم شغل؟ كانت الدورة 10 أيام والكتاب 7 مجلدات، في اليوم التاسع انهينا 7 مجلدات. والله تجد أثر الدعاء على نفسك شيء عجيب. أنت تأمل معي، كل يوم تصبح وتقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية، تذكر أذكار الأدعية كلها. يوم من الأيام ما تذكرت هذا الدعاء، وإذا بك تجد نفسك ضرر على نفسك، على أولادك، على مالك. ما هو السبب؟ إما ذنب وإما ترك دعاء. ينبغي على الإنسان يستيقن أن الدعاء مستجاب يقينا، لأنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. نعم.